هناك موقف ورأي مبدئي وفق قناعات من المهم جدا بأن يكون معلوم للجميع بأن لا يملك أي شخص أن يصادر قناعات الآخرين سواء كان في هذا الاستجواب أو بخلافه، كما لا يملك أي شخص أن يحاول أن يشكك بقناعات أي شخص لا ترغيبا ولا ترهيبا. لأن أنا واحد من الأشخاص، معلش أنا ما قاطعتك، أرجوك أنك ما تقاطعني، أتمنى أنك تسمع. نعم قناعة، لا ما أخشى أنا لا من الاستجواب ولا أخشى منك ولا من غيرك. قناعاتي أقولها بكل جرأة وبكل صراحة، قناعاتي مبنية على مبادئ قانونية دستورية. اسمعها ولا تقاطعني، ما حد قاطعك يا أبو عبد الله. أنا ما قاطعتك يا أبو عبد الله، فاحترم إخوانك اللي متحدثين من غير تجريح. أنا ما أسأت لك، أنا محترم نفسي قبل لا أجي هذه القاعة، فلذلك لا تقاطعني لو سمحت.